ما هي إلا دقائق معدودة قبل أن تبزغ الشمس على مدينة دبي، حتى يشمر مديرو 47 محطة عن سواعدهم لإعطاء إشارة البدء لفتح أبواب أطول شبكة خط مترو آلي في العالم. فمنذ اللحظة التي تشهد انطلاق أول قطار سريع في الساعة 5:30 صباحاً، يتواجد أفراد طاقم فريق العمل بأكمله داخل المحطات، يعملون لضمان سلاسة التشغيل الآمن والموثوق لكل رحلة من رحلات المترو. تتميز محطات مترو دبي بتصاميمها وزخارفها الاستثنائية التي تجمع بين تقنية التصميم الفني الحديث وبين تراث دبي الثقافي، حيث يعكس تصميم المحطات ولونها الذهبي المصقول قالب المحارات التي تشهد على تاريخ دبي العريق في الغوص من أجل اللؤلؤ. وكما هو عهد دبي مع كل مشاريعها، لم تكتفي بأن يكون مترو دبي أطول شبكة مترو بدون سائق في العالم وحسب، بل أعلنت حكومتها أن إنجاز مشروع المترو سيتم في وقت قياسي. وكلت مهمة مشروع مترو دبي ومتابعته حتى اكتماله إلى هيئة الطرق والمواصلات التي قامت بتعيين سيسترا بارسونز ليكونوا الاستشاريين الرئيسيين في الوقت الذي عينت به شركة دبي رابيد لينك للإنشاء لبناء خط المترو وإنجاز المشروع، إذ أن مشروع مواصلات بهذا الحجم يتطلب مهارات متخصصة في إدارة عدد كبير من الأيدي العاملة الضرورية لتشغيل آمن وسلس لمترو دبي. وقد تولت شركة سيركو مهمة تدريب أكثر من 3000 عامل وإعدادهم بمهارات الأمان والسلامة والتقنية المتطلبة لتشغيل خط قطارات بهذا المستوى العالمي.
مترو دبي يعتبر أحد أفكار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، ويعتبر من مشاريع الاستراتيجية في المنطقة في الواقع وفي الشرق الأوسط في مجال البنية التحتية. هذا النجاح ما كان بيتحقق لولا الفكر الاستراتيجي للشيخ محمد في موضوع تأسيس بنية تحتية قوية ومتينة، اللي طبعا لأن البنية التحتية هي المحرك الاقتصادي لأي مدينة. بعد مرور 49 شهراً ومشاركة 300 شركة من شتى أنحاء العالم وأكثر من 4000 عامل من 50 جنسية مختلفة، جاء مترو دبي دليلاً حاسماً على ترسيخ وتجسيد شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن لا شيء مستحيل. يا لها من رحلة إبداع وتصميم عكست في كل محطاتها ومسافاتها تميز دبي ومواقفها الفريدة. في الساعة 9:12 مساء يوم 9 من الشهر 9 من العام 9 بعد 2000، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح مترو دبي رسمياً بعد 42 شهراً فقط من وضع سموه لحجر أساس المشروع في 21 من مارس من عام 2006. أشكر العاملين والقائمين على هذا العمل الكبير وعلى إنجازهم له في الوقت المحدد، ويعني صراحة أن الكل اشتغل في هذا، وكل المهندسين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وأنا أريد أن أشكرهم صراحة من كل قلبي على هذا العمل، واللي هم عملوا كفريق واحد مع المهندسين المحليين. فلولا هذا الجهد الكبير والتضافر لما وصلنا لهذا الحد اللي هو يعني قاموا بواجبهم في نفس الوقت اللي هم أعطونا إياه فيه. واليوم في عام 2014 يحتفل مترو دبي بعيده الخامس. تشهد ساعة الذروة في 7 كل يوم مرور أكبر عدد من القطارات على خطوط المترو الرئيسية، حاملة على متنها آلاف الركاب عبر عربات المترو، كل في طريقه إلى وجهة مختلفة وراء أبواب المترو الهادئ، على غير علم بمستوى النشاط والحركة والعمل الدؤوب المتواصل الذي يدور بعيداً عن أعينهم. يقوم طاقم من الخبراء في مركز التحكم بالعمليات في الراشدية بالتحكم بخط القطار الآلي بأكمله الذي يبلغ طوله 75 كيلومتراً. في الوقت ذاته وعبر أرجاء محطات المترو يراقب مديرو المحطات وأعضاء فريق العمل نشاطات المحطة عن كثب، فبدءاً من توقع متطلبات الركاب المختلفة والتي تحتم التأكد من تواجد عاملين على أهبة الاستعداد لتزويدهم بالمعلومات الضرورية
والاستجابة الفورية لشتى حالات الطوارئ. يوفر مترو دبي أعلى معايير الجودة التي تضمن رضا الركاب وسعادتهم. يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة لكل مراحل المشروع، ابتداء من فترة الدراسة والتصميم حتى التشغيل الفعلي، ومن ثم الافتتاح في 9/9/2009. طبعاً لولا المتابعة المستمرة ودعمه الدائم لنا ما استطعنا أن نحقق هذه النتائج المتميزة لتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي. يتم رصد أداء كل محطة والتحكم بها عبر عدد من أنظمة التحكم والتشغيل الإلكترونية تحت إشراف مدير المحطة وبالتنسيق والتعاون مع مركز التحكم بالعمليات في الراشدية. واحتفاء بالذكرى 5 لمترو دبي، أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بطاقة نول بتصميم خاص يعكس روح الاحتفال بالمناسبة، لتمنح البطاقة ركاب المترو سهولة ومرونة الحركة والتنقل بين مختلف وسائل النقل التابعة للهيئة. يشكل مترو دبي حجر زاوية أساسياً في رؤية دبي الهادفة إلى سياسة نقل متكاملة، بكونه جزءاً لا يتجزأ من وسائل النقل الأساسية الأخرى المتوفرة عبر المدينة والمترابطة فيما بينها. نجح مترو دبي في تغيير خريطة المدينة، إذ خفض من الاختناقات المرورية في شوارعها، مقللاً من وقت التنقل والتلوث على حد سواء، وجالباً معه إحساساً جديداً بالحرية في التنقل لعدد كبير من سكان دبي، لتصبح تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها في السابق قريبة المنال، في جو مكيف مريح، بعيداً عن الازدحام المروري على الطرق. الساعة الآن 1:30 ظهراً، وقت تغيير طاقم العمل. يتولى الطاقم الجديد مهمة مراقبة المحطة والإشراف عليها. لاقت فكرة إنشاء مترو بدون سائق انتقاداً عندما تم طرحها في بادئ الأمر، إذ استبعد النقاد احتمال أن يهجر سكان دبي سياراتهم مفضلين استخدام المواصلات العامة، إلا أن السنوات 5 الماضية لم تثبت خطأ النقاد فقط، بل إن الإقبال على محطات المترو فاق جميع التوقعات. يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل مستخدمي مترو دبي، وذلك لأنهم جعلوا مترو دبي هو الخيار الأول لهم وللتنقل في إمارة دبي. طبعا كذلك نشكرهم على اهتمامهم ومحافظتهم على هذا المرفق الهام،
وكذلك نشكر كل من ساهم بالحفاظ على هذه المرافق بشكل عام. يأتي نجاح مترو دبي كجزء لا يتجزأ من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدبي، وضماناً على استمرار مدينة دبي في احتضان ورعاية بيئة مستدامة ومعيشة تتميز بالجودة المتجسدة في بنيتها التحتية التي توفر وتدعم وسائل النقل العام المتميزة. فمنذ أن بدأ تشغيل مترو دبي في عام 2009 وعدد الركاب آخذ في الازدياد المستمر بشكل ملحوظ، ففي عام 2010 استخدم المترو أكثر من 38 مليون راكب، ليرتفع العدد إلى أكثر من 137 مليونا في عام 2013، ويصل إلى أكثر من 455 مليون راكب في شهر يوليو 2014 منذ افتتاحه في 9/9/2009. بدأ الخط الأحمر لمترو دبي في عام 2009 بالعمل بعشر محطات فقط، وصل عددها الآن إلى 29 محطة على طول طريق الشيخ زايد، بينما شهدت بداية الخط الأخضر في عام 2011 افتتاح 16 محطة، وصل عددها إلى 18 محطة في عام 2014 لتخدم وسط المدينة، وينتقل حالياً أكثر من 450 ألف راكب يومياً عبر الخطين معاً. ساهم مترو دبي طبعاً في تنشيط اقتصاد الإمارة، وعزز كذلك الأنشطة السياحية، وآخر شيء كان يعني دور المترو دور كبير كجزء من البنية التحتية المتينة للإمارة، مما ساعد أيضاً باستضافة معرض إكسبو 2020. لا شك أن فوز دبي بإكسبو 2020 سيؤدي إلى زيادة مناطق دبي الحضرية، والتي تتوقع استضافة عدد كبير من الزوار، لهذا سيتم إضافة 10 إلى 15 كيلومتراً إلى الخط الأحمر، بما في ذلك إنشاء محطة في مقر المعرض، كما يعتزم أيضاً إضافة 20.6 كيلومتر تشمل 11 محطة جديدة على طول الخط الأخضر. بعد نهاية رحلته اليومية والتي تم توقيتها لتتزامن مع حاجات الركاب وساعات عمل المراكز التجارية والمرافق الترفيهية، تتوجه قطارات مترو دبي التي يبلغ عددها 79 قطاراً من الخط الرئيسي عبر محطات التبادل باتجاه مرآب المترو. إلا أن خدمة المترو لا تنتهي كل يوم مع إغلاق أبواب المحطات، إذ تشهد ساعات الليل إنجاز الجزء الأكبر من الأعمال الهندسية وعمليات الصيانة، حيث يعكف عدد كبير من المختصين على اكتشاف وإصلاح جميع الأمور التي يتوجب معالجتها، بدءاً من فحص مسارات القطار إلى تنظيف وصيانة عربات المترو. Thank you.
لابد أن نشكر لجميع موظفي مؤسسة القطارات، ونشكر كذلك شركائنا المشغلين، ونشكر الاستشاريين أيضا والأخصائيين، وأخص بالشكر شرطة دبي وخاصة أمن المواصلات، إدارة أمن المواصلات لاهتمامهم ومتابعتهم ومحافظتهم على هذا المرفق، ونشكر كل من ساهم لنجاح هذا المشروع واستمراريته والاهتمام بمرافقه. مرة أخرى وقبل نصف ساعة من انطلاق أول قطار سريع، تبدأ رحلة جديدة مع يوم جديد. تفتح أبواب المحطات لركاب هذا اليوم، ويقوم فريق العمل المتكامل داخل المحطات بالتأكد من سلامة وجاهزية جميع المرافق التابعة للمحطات، كما كانوا يفعلون كل يوم عبر الخمس سنوات الماضية. وبكونهم من المساهمين في تشغيل نظام المترو، يشكل تفانيهم عملاً مهماً في منظومة هيئة الطرق والمواصلات العالمية للمترو، وجزءاً لا يتجزأ من خمس سنوات تشهد على نجاح مترو دبي.